مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. الزواج حلال والطلاق حلال، وربي ما فرق الريوس حتى باش كل واحد يرتاح وكلها يشد طريقه اللي كتخرجوا. ولكن شحال من زواج كيدمر مولاه، شحال من طلاق نسف كل شيء معاه، شحال من حياة بعد طلاق ما بقى عندها لا معنى ولا مذاق، ومولاها تنفولو كاع البدايات وكاع الخطوات، ما بقى عارف كيفاش يعيش ولا عاود تاني كيفاش يربي الريب. من بعد الطلاق صعبت حياتي، في موضوع اليوم قصة حياتي. بغيت نفكر ونضل نفكر اش غادي ندير، ما لقيتش الحل اللي غادي ندير. ربيتهم كنت كنسعى عليهم ونجيب لهم الحليب. برنامج قصة حياتي برنامج اجتماعي اللي كيستهدف فئة معينة من المجتمع المدني. حنايا من مدينة زايو وبالضبط بحي عدويات، غادي نحكيو لكم قصة معاناة امرأة. تابعوا معنا هذه الحلقة. ما ناجة الحمداوي بنت زيو كان كري ما الخدمة ما خداماش والو الخدمة مش حلوة. أنا في الزنقة شي 5 أيام ولا 6 أيام وأنا برا طبعا ما بغى يدخلني. عندي 2 بنات سميات مطلقة ما عقلتش 14 عام ملي تزوجت داخلة في 15 عام خرج ما ولا ما عرفتش خلالي كنت باقي ما كان معنا مزيان في الأول وملي زادوا لي البنات تسمح فيهم مشى خرج ما ولا خليهم عندهم شهرين هما اللي ما كيعرفوش باهم. سجلتهم انا حد المدنيه انا درتها لهم هما ما دار لهمش انا درتها لهم عمر ما عطاني النفقه كاع نفدت هذه شي 5 سنين ولا 6 سنين دابا ملي نفدت ولا 7 سنين ما عمر عطاني. ربيتهم كنت كنطلب كنطلب عليهم ونجيب لهم الحليب كنت كنطلب ربيتهم كنت كنسعى عليهم ونجيب لهم الحليب. كبروا جيت شويه بشويه زادوا بقاو كيكبروا بقيت كنبلع عليهم في الدار كنمشي نخدم ونخليهم في الدار وحدهم بقيت هكاك راني عاد هكاك وليم الحمد لله كبروا جاب انا عندهم 12 عام داخلين في 13 دابا الصعوبات مين كان كري ما عنديش والخدمه ما كاينش غير الجورني نصب عندي النساء فاش ما لقيت نخدم يخصهم المصاريف وخصهم كان بغيت نفكر ونضل نفكر اش غادي ندير ما لقيتش الحل اللي غادي ندير كرضا غير نبكى وخويا بسيف نبكي الظروف والخدمة ما كانش والكلام تلمت عليك وعلاش ما تبكيش بسيف تبكي باش ما كنطلب انا اللي خوتنا المسلمين يعاونونا ولا اللي فيها الخير الله يجيبها ايوا هادشي اللي غادي كنطلب هو ضروره ما كاينش اللي ما عنده لا خدمه لا دار لا راه هادشي السيد صابر عليا مسكين 4 شهور وما عنديش باكو غير كنلقيت شي خدمه معليش تسلك بعدا دابا لا خدمه لا ما كاين حتى شي حاجه ما كاينش كاع الحل ودابا كنطلب خوتنا المسلمين خوت سمعتي يعاونونا وبناتي كيقراو ما بغيتش نضيع بناتي بالقرايه انت واخا كان ما معيش بناتهم مزيان سامح فيهم ما عمر عرفوا باهم سامح فيهم خليهم عندهم شهرين تسلطت بيه واحد المصيبه الكحله بزاف هذه ملي سمح فيهم واخا دابا عارف عنده 2 بنات ما كيفكرش في بناته ولا كيصيفط لهم ولا كيقول بنياتي ولا دايما راه بولادها وخدام خدام على ولاد الناس وسامح في بناته راه عندهم شهرين سمح لي في البنات ماشي غير البارح ولا اليوم كنت كنطلب الحليب نطلب الفضل ديرو نسكن ساعة باش كبرتهم وباقي عاد كنهز الحمل دابا عاد اللي زاد واحد المشكله اللي كبروا لي وكيقراو وطالعين في القرايه ما كنبغيش نضيعهم بغيت نخرجهم ما بغي المعلمين قال لك غير تكافحي معاهم ما تقدريش تخرجي البنات من القرايه دابا المهم المشكله دي هي الخدمه والكرع اللي صعبت عليا وما كاع القرايه تقدر تقريهم دابا شكون اللي صعب عليا الكرع صعيب راني شي 10 ايام ولا 6 ايام وانا نتلوح انا وبناتي في الشارع ما كانش اللي يدخلك طرقيت هاد الناس وكريت عاد ما خلصش الكرم جيبي انا خلص لي غير واحد السيد مسكين كنت كنعرف واحد المراه هنايا في بركان وصونات لي كنت مشيت عند وحده بعدا سكنت معاها خشي غير 5 ايام ولا 6 ايام
كان عندي ماشي 150 ألف فرنك، قالت جيبي صرفي لبناتك وخليهم معايا. صرفت لبناتي هذاك الشيء 150 ألف فرنك، جبتها كل شيء يكون برا. المهم انا بقيت جالسه، ما بقيتش كنبات، كنبيت غير بناتي، انا ما كنتش كنبات تما معاها. جيت ما خدمتش، جلست 10 ايام بقيت كنمشي بيدي. قالت لك ما تجيبيش لبناتك المصروف، قلت لها هذيك هي كان عندي 150 ألف فرنك جبتها لك المصروف، واش من نجيب لك؟ ما لقيتش خدمه. قالت لك راه راجلي ما بغاش. خرجت انا وبناتي، بقيت كندور شي 6 ايام ولا 5 ايام وانا في الشارع انا وبناتي. واحد النهار جيت طلعت من هنا بهذا ما مشيت على الدويات، لقيت هنا هذا الراجل مسكين دخلني انا وبناتي، قال لي كاين اللي كره صبري عليا. كنت لقيتهم بعد ذاك الدار، لقيتها عامره، صبرت عليه شي 5 ايام ولا 6 ايام مسكين. عطيت له النمره ديال التليفون، صونالي قال لي هاد الدار خوات، جيت سكنت، جلست هذيك الليله. الغدا عليه صونات لي واحد الجاره مسكينه، راه عمرها دار مسكينه، راه جبدوها في عائلها بركان. قالت لي سمو درتي؟ قلت لها انا كريت. قالت لي واش خلصتي الكره؟ قلت لها لا ما خلصتش. قالت لي روحي عندي البركان. مشيت عطاتني 100 ألف فرنك، جبت هذيك 100 ألف فرنك عطيتها للسيد. راني 5 شهور ملي سكنت هنايا، داخله في 6 شهور ملي سكنت هنايا. ايوا راه صابر لي باقي يسالني 4 شهور تاع الكار. ما المصرف ما عمر صرفت، ما نكذبش ما كنصرفش، كنديباني غير منا ومنا. كنطلب ان شاء الله يكونوا يقراو، يكونوا مزيانين المستقبل ديالهم. انا ايامي فاتت كنطلب، كنقولها كنقول لها بنتي قراو انتوما بعدا وفكروا شوفوا فاش مفات عليكم. ايوا كيديروا محاوله كيقراو مساكينات، كيكافحوا غير راسهم، ما عمر زلهم السوايع ولا شي حاجه زعما. ومين كنمشي ديما المعلمين مسكين كيعيطوا لي كيقولوا لي كيقراو، هذا قال لك البنات ما تخرجوش من القرايه. عندي كانت وحده محروقه شي 3 شهور هي كانت مريضه، واخا كانت مريضه كانت تقرا في الدار ونجحت. اش غادي ندير اخويا؟ اللهم لك الحمد. ايوا اش هذا الشيء؟ ربي ولا ربي كتب لي نعيش هذه المعيشه نهار ربيها. الحمد لله، اللهم لك الحمد على ربي. انا نبغى بغيت تكون زعما غير الكره اللي الكره اللي ما نخدلوش. يعني انت كتطالبي الناس انهم يعاونوك شويه بالكره؟ صافي هادشي اللي كان. وانا زعما قضيت الكرش، والله اخويا ما كنحس بالكرش، زعما قضيت المعيشه عايشه غير ربي كي بعد هاد الناس اللي عندهم الله يعمرها دار مساكن ما كيفوتونيش، اللي طيبوه كيعطيوني الله يعمرها سلعه زعما، هما كيضيعوا لي. وناس تلقى الخير في البراني، ما تلقاش دياولك اللي ليك. واش غادي نقول لك؟ شكرا. معليش اخويا، بارك الله فيك، ربي يخليكم، الله يجازيكم بخير، الله يرجع ربي يحفظكم، حفظنا خوتنا المسلمين.